نشرت دارة الملك عبد العزيز على حسابها في تويتر مقطع فيديو يظهر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يروي قصة امرأة مسنة قابلها والده المؤسس ودعت له دعوة اعتقد والده أنها كانت سبباً في اكتشاف النفط. ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً على موقع تويتر وحصد آلاف المشاهدات. وقال الملك سلمان إن والده الملك عبد العزيز كان حريصاً على الإحسان بالضعفاء والفقراء بنفسه، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان من كل عام من دون أن يخبر أحداً بذلك. وفي الرواية التي جاء بها الفيديو، فقد قابل الملك عبد العزيز ذات مرة امرأة مسنة وأعطاها مبلغاً من المال، فأمسكت به وسألته عن هويته فلم يرد، فسألته: أنت عبد العزيز؟ فرد عليها وقال: نعم أنا عبد العزيز. فاستقبلت العجوز القبلة ودعت الله أن يفتح للمؤسس خزائن الأرض. وبعد اكتشاف النفط الذي فتح أبواب الخير للبلاد، قال الملك سلمان عن والده عبد العزيز إنه عرف أن النفط هو خزائن الأرض التي أشارت إليها المرأة في دعائها.